أهلا بيكم أعزائي طلاب سنة تالتة ثانوي في مراجعة تالت الامتحان. النهاردة معانا مراجعة كتاب ميرسي جزء القواعد، هتلاقي برضو على القناة مراجعة جزء المواقف وكمان مراجعات تالت الامتحان بتاع كتاب برافو وغيرها. أول جملة قواعد معانا النهاردة بتقول جي لابيتود دو فيغ موات سكي. الدرس الأولاني عندنا بيتكلم عن الألعاب، وإن الألعاب مع فعل فير بتاخد دو دولا. هنا معتمدة طبعا على الحفظ بتاعنا في مذكر ومؤنث، اسكي من الألعاب المذكرة فعلى طول بناخد دو. دانيال جو بادمنتون، نفس الكلام، قلنا الألعاب مع فعل جوي بتاخد أو حرف الجر أ بأشكال مختلفة. البادمنتون لعبة مذكرة فهناخد أو. ماري مونج كونفيتور، ماري بتاكل مربى. بالنسبة للأكلات تقريبا كل الأكلات الحلوة مذكرة ما عدا المربى، مؤنث هناخد دولا. سامدي ديغني نو اورجانيزي يوم فات، أول الكلام كاتب يوم السبت اللي فات، يعني جملة في الزمن الماضي. أروح رايح للفعل، لينا اورجانيزي ده اسم المفعول، طب اورجانيزي بياخد أترو أفار، طبعا ده من أفعال أفار. تي فا سوفون أو ميوزي، انت دايما بتروح المتحف، من اسهل الجمل جمل النفي لو جاب لنا كلمه من كلمات النفي اللي حافظينها. في عندي هنا كلمه سوفون فبنرد عليها طبعا بكلمه جامي. اكتيفيتي سؤال كل معتاد على الكلمه اللي وراء النقط. اكتيفيتي جمع مؤنث فبناخد كل بتاعت الجمع المؤنث اللي هي الانشطه. اياف مونا سي على فات، برضو جمله في زمن الماضي وده باين انه فعل زودا ميرين ومنى مؤنث، يبقى اكيد هاخد اسم المفعول اللي فيه تبعيه عشان منى مؤنث. دارين اي نواد غورموند كو سا سور، سؤال المقارنه، قلنا لو لينا ورا النقط في عند صفه يبقى بناخد يا اما بلو او موا او سي، مفيش غيرهم هما ثلاثة بس، ما ينفعش احط لهم لا دو ولا كو، فاكيد هناخد بلو. سارة أشت دو بلوز، سارة بتشتري بلوزات. بلوزات دي من الكلمات اللي خدناها في سنة تانية، كانت مؤنث ولا مذكر؟ كانت طبعا مؤنث. فبس في هنا حاجة حلوة خالص، في عندي كلمة مارون اللي هي بتمشي مع مذكر ومؤنث ومفرد والجمع، عشان كده بناخدها. سي تي مالاد لو انت مريض، سي شرطية لو انت مريض. الجملة التانية بيبقى فعل في الأمر زي ما احنا شايفين، طالما بدأ بالنقط يبقى ده فعل بالأمر، هنا في فصل يبقى دي جملة جديدة يبقى ده فعل في الأمر. هنا كلمه مع التي يبقى الأمر بتاعنا هيبقى مع التي، وده علشان فعل مجموعة أولى يبقى هنحذف منه الاس. ما ميغ أتري مال فانتر، في آخر واحدة خدنا التعبير بتاع أفوار مال، أشعر بألم في الحتة الفلانية، وقلنا لازم نكون حافظين أعضاء جسم الإنسان مينه مذكر ومينه مؤنث. فانتر مذكر فعلى طول بتاخد أو. مون فخير بخاتيك ناتاسيون، في درس الألعاب في الدرس الأول، فعل براتيكي بياخد لو لا لي، السباحة مؤنث يبقى تاخد لا. جو نو مانج با بات، طبعا أكل وشرب يبقى أكيد هاخد أداة تجزئة، وعشان الجملة هنا منفية يبقى أكيد هناخد دو. جانكوراج نوات إيكيب، إيكيب مفرد مؤنث، بس خلي بالك إنه مبدوء متحرك ما تفرقش، كل المؤنث عندنا بياخد ست سواء مبدوء بمتحرك او مبدوء بساكن، طالما مفرد مؤنث يبقى بياخد ست. اما ست الحلوه دي للمذكر المبدوء بحرف متحرك. نو دوفون ا 8 دو ماتان، هنا عندنا فعل زو ضميرين، مين الفاعل بتاعنا؟ نو، يبقى ادور على نو بتاعتنا. طيب مش في مش دوفون ده فعل اللي هو يجب؟ طيب طالما ده فعل مصرف يبقى وراه فعل في المصدر، يبقى نو ليفي. طب يا مسيو ما خليناهاش سو ليفي، ما هذا مصدر، لان افعال ذات الضميرين الجزء الاولاني منها لازم يصرف حتى لو احنا هنحط الفعل في المصدر. ما فامي نوات فير بوكو دو سبور، ما فامي يعني عيلتي، بس دي كلمه مفرده ما قالش عائلاتي، قال عيله، عيله واحده، وطالما عيله يعني تساوي ال المفرد، وقال المفرد يبقى عندنا كلمة سي. Je suis pour idée، كلمة idée كلمة مؤنثة، هو هنا لاقين شوية حاط لنا سي سوبير ده شيء رائع، ودي بتمشي مذكر ومؤنث ملهاش مؤنث أساسا. فإيدي دي مؤنث بس مبدوءة بحرف متحرك، يبقى ناخد إيه؟
هناخد طن. جيم لي ديسير فرونسي، انا بحب الحلوى الفرنسي. يبقى انا بحب جدا. طب تري ما ينفعش، لان احنا تري لما خدناها في سنه تانية كان بيبقى وراها يا صفه يا حال او ظرف. هنا هناخد بيها بحب جدا. طب ليه بكو دو؟ ما ينفعش احط دو واللي ورا بعض، ولا ترو دو واللي ورا بعض. Hier, mon frère, nous a passé chez son oncle. Passé, هنا ده ماضي، وإحنا حافظين فعل passé في الماضي ممكن ياخد être وممكن ياخد avoir على حسب معناه. قلنا لو معناه يقضي يبقى مع avoir، لو يمر يبقى مع être. هنا بنقول عدى على عمه، يبقى يمر على عمه يبقى ياخد être. Le week-end prochain, le week-end القادم. خلصت، يبقى الجملة دي في زمن الفتير، المستقبل. مين في دول الفتير؟ الأولانية طبعا اللي هو اللي زائد المصدر. Le joueur se sent sur le terrain. اللعيبة هنا فعل يتدرب، فعل ذو ضميرين. وسي سون ومدينا الراجل كتأخير فيرب أتر، يبقى أنا كل اللعبة هنا في حتة التبعية. اللعيبة جمع مذكر، إن إحنا حافظين كل أفعال مع أتر بتاخد تبعيات. اللعيبة جمع مذكر، يبقى ناخد أنتروني الأخيرة. Je me promène à la forêt cheval. طبعا cheval بتنزه بالحصان، محفوظة ومعروفة. ممكن نحسبها من ناحية تانية، ان وسائل المواصلات اللي بنركب براها زي العجلة والحصان وغيره بياخدوها. Si vous êtes gros، نفس الكلام اللي قلناه فوق. Si، قاعدة سي الشرطية. لو انت تخين، يبقى الجملة دي في زمن الأمر. هنا عامل لنا بعد سي فو، يبقى الأمر في الناحية التانية هيبقى مع الفو، يبقى ناخد الأخيرة. Aujourd'hui le temps pluvieux. في سنة تانية خدنا لما نتكلم عن حالة الطقس، لو في عندي كلمة il بناخد في، لكن لو كتب لنا كلمة le temps أو la météo أو le climat اللي هي معناها الطقس أو المناخ، بناخد لها verb être. Vous aimez aller au musée؟ بسأل واحد، تحب تروح المتحف؟ قالوي nous aimons نقعد عليه. نيجي للضمائر الشخصية. أنا لو كملت، إحنا قلنا كذا مرة عشان نحل الضمائر ترجم الفعل عربي. عليه يعني يذهب، وهنا بيتكلم عن إيه؟ المتحف، يبقى نذهب إلى المتحف. هنا بيه في عندي مكان وقبله حرف جر، يبقى أكيد هناخد إجرك. دماء يعني الجملة في المستقبل. طيب جو في أهو حاطط لنا عليه، يبقى أنا عايز المصدر. بس خلي بالك الفعل ده فعل ذو ضميرين، وزي ما قلنا من شوية أفعال ذات الضميرين أول جزء منها اللي هو ضمير الحتة ديت لازم تتصرف. هنا الفعل بتاعنا مين؟ جو، يبقى تاخد مي أميوزي. اللي مصرف يبقى ده المصدر. مامي بريبار بوكو بلا، من أسهل الجمل إن أي كلمة بتدل على كمية أو ظرف الكمية أو مكاييل أو مقاييس أو موازين، الدو بتاعتهم دايما ثابتة دو. جولي جو فيولون، ما افرحش بكلمة جو واقول او استنى الفيولون دي تطلع ايه؟ كمانجا، يعني آلة موسيقية. الآلات الموسيقية ما بتاخدش او الا، بتاخد دو ودولا. الفيولون كمانجا مذكر فخدنا دو. الاسكالات دي سي، الاسكالات طبعا تسلق الجبال، وده كلمة مفرد مؤنث. ماشي، سي نقط، سي كسك، كسك ما بيجيش في آخر الكلام، وكل ما بيجيش في آخر الكلام. سي كي دي تطلع ايه؟ ازاي ودي حاجة يعني غير عقل، حط خليها كي ازاي؟ فعلى طول هناخد سيكوا دي تطلع ايه. فيير مانج فري كو سون فرير، فاكهه عن اخوه، يبقى دي مقارنه. طب هنا اللي ورا النقط ايه؟ اسم. قلنا في حاله وجود اسماء بناخد بلو اللي فيها دو، سواء بلو دو موان دو اوتان دو. هنا هناخد طبعا بلو دو. ارجعوا لدرس المقارنات وبصوا على الاختصار اللي احنا عملناه. باسمان دغنيير السبت اللي فات، الاسبوع اللي فات، il not fait du camping، يعني الجمله في الزمن الماضي. تمام، في ده بياخد اتر وياخد افوار، اكيد هياخد افوار. علي اي مالاد، علي تعبان. جو دو باسي شي، قلنا اسهل ضماير الضماير اللي بتحط ورا حروف الجر. ليه؟ هم 8 بالظبط، اللي هم موا توا لوي ال نو فو او ال. ارجعوا لدرس الضماير واحفظوه. هنا بتكلم عن علي، علي ده مفرد مسكر، يبقى هنعوض عنه بالوي. نقط اكسسوار، اكسسوار مفرد مذكر، ركز، اكسسوار مفرد مذكر. طيب مبدوء بحرف متحرك، يبقى ناخد ست،
لأن ست دي بتيجي مع المفرد المذكر المبدوء بمتحرك. Mon père travaille dans son bureau. والدي بيعمل في مكتبه. Très, beaucoup de, beaucoup بس, un peu de. طبعا beaucoup de بتحط وراها أسماء هي و un peu de ما ينفعوش. وتري بيبقى وراها صفة أو ظرف ما بينفعوش، فهناخد كلمة بوكو يشتغل كثيرا. Mes parents jouent du tennis. اللعبة هنا مسبوقة بدو، ودو ده بتبقى مع فيرب مين؟ أكيد فيرب فير. Aujourd'hui il jouent de glace partout. زي ما قلنا من شوية حتى الجو، لو لقينا il بناخد في، لقينا كلمة le temps أو la météo يبقى بناخد فيربات. هنا il في طبعا. Avant-hier يعني أول امبارح، يعني جملة في زمن الماضي. طب استنى، هنا عندي إيه باسي ولا أ باسي؟ الكلام اللي قلناه شوية. لا جورني أو كلوب، اليوم في النادي. يبقى إحنا قضينا ولا مرينا؟ أكيد قضينا، يبقى تاخد أفوار. لو بيبي بوا دوا بوا، البيبي لازم يشرب لبن. كلمة لبن دي كلمة مذكرة فبتاخد دو. فوزيمي لتساق، بتحب الحلوى؟ قال لي أيوه. نو مانجون بوكو، أحلى ضمير في الدنيا يتحل الضمير اون. إحنا قلنا دايما أغلب جمله بتلاقوها بتعبر عن أكل وشرب، يأكل ويشرب ويتناول، كله ده بياخد اون. لا كامبانيا إي مانيفيك، الريف ده شيء رائع. نو فيفو، إحنا بنعيش. بتعيش فين؟ اسأل نفسك على طول. بتعيش؟ بعيش في الريف، بنعيش هناك. وكلمة هناك أو في مكان معين يبقى إجرك. نقط كيلو فوليفو مدام، كيلو أنت تريدي يا مدام، يبقى أكيد كم كيلو؟ علشان الإجابة طلعت على طول. دانيال ترافاي موان كو سو كوليج، ليه أخدنا موان كو مش دو؟ لأن هنا وراها اسم، هتقولي موان دو بيبقى وراها أسماء، بس مفيش كو. طالما مفيش كو جاي وراها يبقى ناخد موان اللي فيها كو. سيما بيسيكليت، العجلة دي بتاعتي، دي من جمل سنة أولى اللذيذة. العجلة دي بتاعتي، يبقى البسكليتة دي بتاعت مين؟ بتاعتي أنا، يبقى أموا. كان في تركيبة للملكية بتتكون من فيرب أتر، حرف الجر أ، وبنحط وراها الضمائر موا وتوا والوي وال. هو جايب لنا الأربعة ما شاء الله، بس هنا عشان قلت عجلتي أنا يبقى دي بتاعتي أنا. جي فان، أنا جعان. جي ني مونجي، أنا ما أكلتش. النفي اللي هو بيجيبه لنا من غير كلمات النفي اللي حافظينها، بضطر أترجم الأربعة وأشوف مين فيهم اللي تنفع. هنفع أقول أنا جعان، أنا ما أكلتش حد، أنا لم أعد آكل، أنا ما أكلتش حاجة. كلك شوز ده إثبات، يبقى أكيد أنا ما أكلتش حاجة عشان كده جعان. إياغ مونا، إياغ يعني امبارح، يعني ماضي. في عندي اتنين هنا بينفعوا ماضي، سي ودي، بس هنا مونا مؤنث وفيربال لي طبعا من الأفعال اللي بتاخد أتر زي ما احنا شايفين، يبقى أكيد في تبعية. نو في زون بيتانك، كل الألعاب اللي فيها كور ألعاب مذكرة ما عدا البيتانك مؤنث. وفعل فير في الألعاب بياخد دولا، بيتانك اللي هي الكرات الحديدية. نقط أليمون بريفيري فو، أليمون كلمة جمع مذكر. مونا إي ليبر، مونا فاضية. جي في لو بوتيك أفيك، قلنا من شوية أفيك ونقط يبقى الضمائر السهلة تمانية. مونا مفرد مؤنث يبقى نعوض عنها بأل. Vous préférez la natation؟ أنت بتفضل السباحة؟ قال لي oui. Nous يفضل طبعا، سوري بتفضل هنا قال لنا بتلعب. فعل فير مع الألعاب بياخد دو دولا، وطالما بياخد دو دولا يبقى الضمير الشخصي بتاعه على طول بنحط اون، يبقى احفظها. فعل فير ولعبة يبقى أكيد اون. La mer est calme، البحر هادي. Nous passons les vacances، نحن نقضي الأجازة. هنقضي الأجازة فين؟ في البحر هناك، يبقى إجرك. ما سيغ بورت إن جولي روب لين، لين يعني صوف. وخدنا في سنة تانية إن المواد الخام بتاخد حرف الجر أو. مسيو، حطوا راه فصل، يبقى ده أمر على طول مع الفو. جيني كوني با غيسيت، غيسيت مؤنث ولا مذكر؟ افتكروا إن أي كلمة خيرها إي تي تي أو كلمة مؤنثة، ما عدا كلمة واحدة عدت علينا اللي هي كلمة سكولت هيكل عظمي، فكل المؤنث ياخد ست. لانترونير سي، المدرب ده يطلع كل، ما بيجيش في آخر الكلام. كومبيان دو، عايزة وراها اسم.
كوا المدرب ده عاقل ما ينفعش احط مكانه كوا، يبقى اكيد ده مدرب، ده هيطلع ميم. اني فيغ لي مونتاني سون اون، من جمل برضو بتاعت سنه تانية كنا حافظين ان الالوان بعد الاون بتبقى مفرد مذكر. يا ريت ترجعوا على القناه الدرس بتاع تكات سنه اولى وتانية، واللي مش لاقيه يبعت لي وانا ابعت له اللينك بتاعه. كي نوات ناجي دالولاك، مين بيعرف يعوم في البحر؟ كي السؤال بكي، دايما الفيرب وراه يتصرف زي إيل المفرد، وإيل المفرد يبقى سي. ميزا مي سون دوريجين، قلنا برضو الجنسيات دايما مذكر مع مذكر ومؤنث مع مؤنث، ما عدا لو لقينا كلمة أتر دوريجين أو كلمة ناسوناليتي. أتر دوريجين يبقى مفرد مؤنث، رغم إن دول جمع لكن الصفة وراهم بتبقى مفرد مؤنث. جو بريفير جوي إيشيك، جوي ولعبة جمع يبقى أكيد أي إكس. سون لي زيكيبمون دو تينيس، إيكيبمون وأي كلمة خيرها مون إن إي إن تي بتبقى مذكر، وهنا في إس يبقى جمع ومذكر الأولى. ديمانش دغنيه الأحد اللي فات، إيل نوات أوسكيت باك، اللي فات يعني ماضي. فين وإيه اللي جمع؟ طب فين دول؟ عندي اتنين، يبقى الفارق معانا هنا التبعية. هنا إيه اللي جمع مذكر؟ يبقى ناخد الأخير. ما مير فا اللي باتيسيري، باتيسيري ولا باتيسي؟ والتاني قلنا الأماكن بيبقى آخرها إي إي، ده مكان، وطالما مكان يبقى ياخد ألا. لكن لو باتيسي آخرها إي إي إر يبقى ده بني آدم ياخد شيء، لكن ده مش بني آدم، ده المكان. Je suis pour opinion. Opinion مفرد مؤنث، بس عشان مبدوها بحرف متحرك هناخده. Demain يعني غدا، يعني مستقبل. ما فامي، فين المستقبل في دول؟ هي الأولى هي الأخيرة. عيلتي ولا عائلاتي؟ عيلة واحدة وزي ما قلنا في أول الكلام، وطالما عيلة يبقى ناخد الأولى. Qu'est-ce que vous faites؟ السؤال بكسك على طول من غير ما نفكر بنرد عليه بريا. On mange. فياند اللحمة كلمة مؤنثة تاخد دولا. Les fruits sont frais، الفاكهة دي طازة. Je vais acheter 2 كيلو، خلاص أنا في عندي 2 كيلو كميات، يبقى الضمير العسل الحلو اللي هو أم. Hier soir mon frère، امبارح بالليل أخويا بروميني افيك ses amis، أخويا. طيب يتنزه، يتنزه فعل ذو ضميرين، وأخويا إيه اللي مفرد؟ يبقى سي بروميني، عشان ماضي طبعا. ديكوراسيون اي كلمه خيرها تي تي اي او ان، كلمه مؤنث ودي فيها اس يبقى جمع مؤنث الاولى. تفا او مارشي افيك جون، انت رايح مع جون الى السوق؟ قال له نو جو نو في با، جو نو في او مارشي، انا مش رايح السوق مع حد، مع حد. طالما السؤال فيه بني ادم يبقى اكيد الاجابه هتبقى في بيرسون. او ديني في العشاء، جو مونج ياغورت، كان في أكلة اللي هي زبادي مبدوءة متحرك، بس إحنا قلنا ما بنحسبهاش متحرك فبتاخد دي، زي الألعاب الهوكي واليوجا والهاند برضو ما بياخدوش، ما بنحسبهمش حروف متحرك. جي مال جامب، عندي ألم في الساق. الساق دي كلمة مفرد مؤنث، وحافظين أفوار مال تاخد ألا. نوز ألون باسي لو بوشي، بوشي ده الجزار، ده بني آدم، والبني آدمين بياخدوا شيء. لا غوب إنواغ إي فلور، الفستان ده لونه اسود ومشجر، يعني مشجر فلور، وتاخد حرف الجر آه. كان في كلمات اخدناها اللي هي اكارو وافلور واغيوخ، كل دول بياخدوا حرف الجر آه رغم ان الكلمه اللي وراهم جمع، ما تفرقش معانا في اي شيء. سارا فيان دو سون لي، في زمن اخدناه اسمه الماضي الحديث اللي هو بيتكون من فيرب فينير ودو وراها مصدر، يبقى على طول هناخد الاولى. علي راها فاصلة، يبقى انا بكلم علي. نو با اجوردي، عايز اقول له ما تتدربش النهارده الجو وحش. افعال ذات الضميرين انا حافظينها، في الامر بحط التي ورا الفعل وتتحول لتوا، تبقى انترين توا، بس في الامر المنفي ما ينفعش ارجعها ورا الفعل، بخليها زي ما هي عادي جدا، وبنحذف طبعا منها الاس لان ده امر. مي كوزان نوات ناجي دالولاك، ميكو زي يعني إيه للجمع، يبقى الفيرب أكيد أخو إن تي. نوع جوار إليا ليكيب دو فوتبول، لاعب يوجد فريق كرة القدم، يبقى كم لاعب؟ يبقى كومبيان دو.
La robe est jolie, fustan da jamil. Ma soeur va nous apporter à la fête. اختي هتلبس الفستان. هتلبس الفستان. الجملة دي بالعربي فيها حروف جر؟ لا، يبقى دي كده مفعول مباشر. هتلبس الفستان يبقى لا. هتقول لي هنا في كلمة على فت في حرف جر، أنا مش بتكلم على على فت. على فت كلمة موجودة، يعني إحنا ما عوضناش عنها بحاجة. أنا النقط فايدتها أنا يعني لازمتها إن أنا أعرف هو بيتكلم عن إيه؟ إيه الكلمة اللي شلناها؟ إحنا الكلمة اللي شلناها كلمة فستان، يبقى بتلبس الفستان ما فيهاش حروف جر. Pour faire du gâteau, il faut farine. كلمة فارين يعني دي، ودي كلمة مفرد مؤنث، يبقى دولا. Ma grand-mère a mal main. main اللي هي عندها ألم في إيد، إيد مفرد مؤنث فبتاخد ألا. Si tu es fatigué برضو سي شرطية، هنا مع تو يبقى الجملة التانية أمر مع تو. طيب مين في دول تو ريبوز ولا ريبوز توا؟ قلنا من شوية ريبوز توا عشان ده أمر مثبت، لكن لو أمر ما في كنا خدنا تو ريبوز. إيير تو الموند، كلمة طول موند يعني كل الناس، بس الفعل معاها يتصرف إلو مفرد. حلو، هو جايب لنا الأربعة إلو مفرد، يبقى الفيصل إيه بقى باقي الجملة؟ بارتيسيبي، يبقى الجملة دي في زمن الماضي، وطالما ماضي يبقى هناخد أ بارتيسيبي يعني شاركوا في الحفلة، لأن بارتيسيبي طبعا بياخد أفوار. جي مي ديبلاسي دان لو كارتييه، بتنزه في الحي. مترو، مترو وسائل المواصلات بنركب جواه فبتاخد ان. ان فيل اون تروف ترانسبور، في المدينه بنجد اكيد بوكو دو كثيرا من وسائل المواصلات. من زامي سون مولاد، اصحابي عيانين. جو دوا روندر فيزيت، ونفتكر الكلام اللي قلناه على كلمه فيزيت. قلنا فيرب فيزيتي دايما الضمائر الشخصيه بتاعته لولا لي، لكن روندر فيزيت يقوم بزياره لفلان، ده دايما بياخد لوي او لور. هنا اصحابي جمع يبقى لور. فرمي la fenêtre، اقفل الشباك. فو فخوا، لما احب اقول واحد انت تشعر بالبرد كنا بنحط فيرب افوار، يشعر بالبرد. جيم فير فوتوغرافي، اي كلمه خيرها اي او مؤنثه يبقى اكيد هتاخد دولا. تو اتونكي، سؤال سهل، انت منتظر مين؟ سؤال بكي على طول بنرد عليه بيرسون. تو ني في با دو سبور، انت مش بتلعب رياضه؟ ايه السؤال بهل المنفي؟ قلنا الحاجة بتحصل يبقى سي ما بتحصلش يبقى نو. انت ما بتلعبش رياضة؟ قال لي انا بمارس الباسكت، يعني بيلعب، يبقى سي. لو ما بيلعبش كنا خدنا نو. نوزي مون ديبلاسي افيلو، هنا ده فعل ذو ضميرين، نوزي مون يبقى نو ديبلاسي نتنقل بالعجل. نو هاو ندها او مونجي بوكو ديسير، حافظينها برضو، اي كلمه تدل على كميه دو بتاعتنا دو. مون فرير اي موا، انا واخويا، يبقى تساوي ايه؟ تساوي نحن، طالما نحن يبقى ناخد دو فو. لي زانفون برين راكيت، الجمله الشهيره بتاعتنا لي زانفون يعني ايه للجمع؟ يعني صفات الملكيه اللي بتبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها لور او لور افيك اس على حسب اللي وراه. كلمه راكيت جمع يبقى ناخد لور افيك اس. منى وراها فاصلة، يبقى أمر مع منى. يا منى أسي دو باغ جوغ، يبقى أمر مع تي، يبقى ناخد كلمة واشربي مية كفاية في اليوم. إيغ ما سير كوشي، طبعا الجملة في زمن الماضي، وهنا كوشي شايفين التبعية المنورة دي، يبقى أكيد ده فعل زو نمرين، يبقى ناخد الأخيرة واخد تبعية واخد أتر طبعا، يعني بتنام أو نامت متأخر. نقط بارفان، الكلات الشهيرة. بارفان جمع ايه؟ تمام، جمع مذكر. منى tu peux passer chez nous pour célébrer mon succès. ولا يا منى ممكن تعدي على ايه؟ عليا، مش هتعدي عليك، هتعدي عليا عشان بحتفل بعيد ميلادي. هتعدي عليك انت بتاعي ولا تعدي عليه هو بتاعي؟ تعدي عليا انا عشان انا اللي بحتفل بعيد ميلادي. vous allez au foot، قلنا من شوية الألعاب مع فيرب فير على طول في الضمائر الشخصية بنديلها أون، لكن هنا الفيرب ده فيرب اللي، اللي مع الألعاب على طول تروح حاطط له إيجرج زي فيرب جوي بالظبط. لا بوكس ستانس دي سبور، الجملة دي وقفت ناس كتير وناس كتير سألتنا عليها، إزاي أحط أن ودي ورا بعض؟ عادي، معناها إيه؟ معناها الملاكمة دي واحدة من الرياضات، واحدة من الرياضات. طيب
هنا هنحط الصفة جمع مذكر ولا مفرد ولا الدنيا، يعني هنتكلم عن البوكس ولا هكلم. لا شوف الكلمة اللي جاية قبل النقط اللي أنا بوصفها، كلمة إيه هنا؟ رياضات. حتى بالعربي يقول واحدة من الرياضات العنيفة، فكلمة العنيفة عايدة على كلمة الرياضات، والرياضات دي جمع مذكر فأنا هاخد فيولون. هتقول لي البوكس مؤنث، ماليش دعوة بالبوكس، هي دعوة بالكلمة اللي قبل النقط. تيا أنكور سواف، أنكور طبعا مشهورة أنا فيها نبلي. Pour la recette, il faut noire beurre. Beurre يعني زبدة، ودي كلمة مفرد مذكر. تمام. Je joue handball. فعل جوي مع الألعاب المذكرة. هتقولي مبدوع متحرك، قلناهم من شوية هوكي ويوجا وهاند، بياخدوا أو عادي جدا. Le joueur gagne le match. gagne واضح إنها دي في زمن الماضي. طب تاخد أترو تاخد أفوار. تمام بتاخد أفوار. Samedi passé، سبت اللي فات، يعني جملة في زمن الماضي. لي في سون الي، يدينا فيرب اتر، يبقى هو حاطط لنا كل الالي اللي عندنا، يبقى اكيد التبعيه هي الفيصل. لي في جمع مؤنث. تمام. ما مير اشات ان ديمي كيلو فرماج. ان ديمي كيلو يعني نص كيلو، يعني كميه. على طول الدو بتاعتنا اكيد هتبقى دو. ميز امي فيان او كار، اصحابي جايين من القاهره. نو سويت تون لا بيانفيني، نتمنى لهم سلامة، نتمنى لهم. يبقى لوغ جي في شوازيغ تونو، كلمة تونو مفرد مؤنث فبناخد ست. عارفكم زهقتوا وتعبتوا، معلش هانت. منى ندى سونت باري جو بونس. هنا النقط محطوطة بعد حرف الجر. مسيو ده مش هتفرق. شي دي ايا كان حرف الجر اللي عندي، طالما حاطط حرف جر ورا نقط يبقى التمن ضماير. منى وندى جمع مؤنث يبقى اكيد ال. فو فات غافتنج، الغافتنج ده كان من الالعاب المذكره فبياخد دي. تو تروف سو سبور، رد عليا اللي موتيفو، انها مثيره، يبقى كيف تجد هذه اللعبه. ما تنسوش طبعا لايك واشتراك في القناه وشير كمان للقناه، واتمنى لكم كلكم النجاح. ولو عاوزين باقي الاجابات بتاعه المواقف او اجابات كتاب ميرسي او كتاب برافو، كلهم هتلاقوهم على القناه. حظ سعيد للجميع.